السلام عليكم. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي وإصابة 3 آخرين على الحدود اللبنانية اليوم. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت مقتل جندي في صفوفه وإصابة 3 آخرين بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سمح بنشر خبر مقتل أومر بيلو، وهو جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي في الاحتياط، بنيران مضادة للدبابات عند الحدود اللبنانية. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنديين احتياط آخرين أصيبا بجروح متوسطة، كما أصيب ثالث بجروح طفيفة. وبهذا الإعلان يرتفع عدد القتلى الجيش الإسرائيلي الذي سمح بالكشف عن هويتهم منذ 7 أكتوبر إلى 306. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره قرابة الساعة 4 فجرا السبت أنه هاجم سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، بينها تجمعات عملياتية وبنية تحتية. وقال إن طائرة تابعة لجيش الاحتلال هاجمت سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله في الساعات الماضية، ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وطائرات وإطلاق صواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة الليلة الماضية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.